النهاردة عندنا كلام كتير جدا وكلام هام جدا. الحقيقة أنا اتكلمت مع حضراتكم من أسبوعين تقريبا أو يمكن أقل شوية، اتكلمت على موضوع الاستبدال، وقلت لحضراتكم أنه خلال الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي هو شهر 12 كله وبداية من شهر واحد أو قبل ما يبدأ شهر واحد، أن هناك بعض الضغوطات التي تمارس على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم على أن يتم فتح باب الاستبدال لأكثر من 5 لاعبين. في بعض الأندية عندها 5 لاعبين، في بعض الأندية عندها 3، في بعض الأندية عندها 2. النادي الأهلي عنده استبدال مكانين فقط لأنه استبدل 3 أماكن في أول الموسم، وبالتالي لا يحق له إلا استبدال مكانين فقط. وهناك أندية أخرى عندها مكان واحد، وهناك أندية ما عندهاش خالص. ده اللي بدأنا بيه الموسم، أو دي اللائحة اللي اتبعتت وبدأنا بيها الموسم. دلوقتي الكلام اللي طالع إيه؟ وأنا قلته لحضراتكم من أسبوعين تقريبا، قلت لكم لو تفتكروا يوم 8/12 بالظبط أنا قلت الكلام ده، كان يوم حد برضو أعتقد، وأنا قلت لكم ساعتها افتكروا التاريخ ده، افتكروا الكلام اللي بيتقال، افتكروا الكلام اللي هيتقال، أن هناك البعض يريد أن يتم فتح باب الاستبدال لأكثر من 5 لاعبين علشان هو يستفيد كنادي. أندية منافسة للنادي الأهلي هي اللي بتعمل هذا الموضوع وبتضغط بمنتهى القوة علشان تفتح باب الاستبدال. ولكن النادي الأهلي كان موقفه واضح جدا من يوم 8/12، وإحنا قلنا الموقف اللي هنمشي عليه خلال الفترة القادمة، وهو اتباع اللوائح والقوانين الخاصة ببداية الدوري. حضرتك بعت لي لائحة، من فضل حضرتك خلينا نلتزم بهذه اللائحة. محدش يجي يقول لي في نص الموسم ايه؟ أو بداية شهر 12 أو نص شهر 12 يقول لك ايه؟ أصل يا جماعة احنا عندنا لعيبة مصابة، أو عندنا لعيبة هربانين، أو عندنا لعيبة عندها مشاكل. مش ذنبي حضرتك، ولا أي نادي في من الأندية اللي مش عايز يغير الاستبدال او نظام الاستبدال، مش ذنبه ان حضرتك عندك مشاكل او ان انا عندي مشاكل. بلاش اي حد، انا خلينا نتكلم على نفسنا. انا الحمد لله والشكر لله اموري ماشيه بشكل جيد، كل الامور ماشيه في الاتجاه اللي احنا عايزينه الحمد لله، والامور ماشيه في اتجاه ان احنا نلتزم باللوائح اللي احنا مضينا عليها كنادي اهلي بدايه من الموسم الاول او بدايه من افتتاح الموسم. فمش ذنبي حضرتك ان انا عندي بعض الانديه او هناك بعض الانديه عندها بعض المشاكل، مش ذنبي خالص ولا ليا دعوه. حاجه ما تخصنيش، انا اللي يخصني ان انا التزم بما هو موجود في اللائحه اللي حضرتك اديتها لي في اول الموسم. ف دايما هو ده القرار اللي بيتم، او هو ده الشكل اللي احنا عايزينه خلال الفتره اللي جايه، مش اللي احنا عايزينه. أنا آسف عشان ما حدش يقول لك أصل أنتوا كنادي أهلي عايزين كل حاجة تمشي، لا، إحنا عايزين كل حاجة تمشي لوائح وقوانين بعيداً عن أي أمور أخرى. أي أمور أخرى أنا ماليش علاقة بيها، أنا كل اللي عايزه حضرتك إن أنت تمشيني مع اللوائح والقوانين اللي حضرتك قلت لي عليها كلجنة خماسية. وبعدين أنا عندي برضو تساؤل غريب جداً، هو ليه ما فيش حد بيطلع؟ ليه ما فيش حد بيطلع ويقول لنا يا جماعة والله من اتحاد كرة القدم طبعا أو من اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد، ليه ما حدش بيطلع يحسم هذا الجدل؟ أنا من يوم 8/12 وأنا قايل هذا الموضوع، النهاردة 22 وحتى هذه اللحظة 14 يوم أسبوعين تحديد أسبوعين بالظبط، الناس بتتكلم وكل الناس بتتكلم، النادي الأهلي بيقول وفلان بيقول وعلام بيقول وده بيقول وده بيقول، ما حضرتك تطلع تحسم هذا الجدل، قول يا جماعة أنا همشي وفقا للوائح والقوانين اللي أنا بعتها كاتحاد كرة قدم في الأول. لكن أنت سايب الدنيا عايمة وسايب الدنيا كل واحد يتكلم في اللي عايزه. طب لو كل واحد يتكلم في اللي هو عايزه، حضرتك بعت لنا لائحة في الأول ليه؟ أو بعت للنادي الأهلي لائحة في الأول ليه؟ وبعت للأندية كلها لائحة في الأول ليه؟ هو حضراتكم أساسا موجودين ليه؟ طالما انت حضرتك هتمشي على مزاج الأندية، طالما حضرتك حطيت لائحة ومؤمن بيها والكل وافق عليها في بداية الموسم، هل ينفع ده يتغير في وسط الموسم؟ ما عنديش فكرة الحقيقة،
ما عنديش فكره، ما شفتهاش قبل كده ان حد بيغير يعني في وسط الموسم. واذا كانت حصلت قبل كده فاحنا مش عايزينها تحصل تاني، احنا عايزين دايما نمشي مع اللوائح والقوانين. ليه دايما محسسنا ان اتحاد كره القدم مش اقوى من الانديه، اقوى من كل الانديه؟ اتحاد كره القدم هو اللي بيضع اللوائح والقوانين اللي بتمشي عليها الانديه. ارجعوا للتاريخ وشوفوا اتحادات كره القدم. ده بالمناسبه اللجنه الخماسيه التي تدير الاتحاد عندها فرصه ذهبيه، فرصه ذهبيه لاقرار القوانين واللوائح. لانه بالمناسبه الخمسه اللي في اعضاء اللجنه الخماسيه ناس محترمه جدا، وانا عارف ان هم ما عندهمش تطلعات لاي حاجه تانية، كلهم ناس بتشتغل وكلهم ناس مجتهده وكلهم ناس عايزه تعمل كل حاجه وتقر القوانين واللوائح، ومش عايزين يغيروا. بالمناسبه اللي انا عارفه ان هم مش عايزين يغيروا في موضوع الاستبدال، ولكن هناك ضغط شديد جدا من بعض الانديه على هذا الموضوع. وبالمناسبه انا برضو مش هسكت، هفضل اتكلم في هذا الموضوع واقول ان احنا يا جماعه النادي الاهلي يريد الالتزام باللوائح والقوانين. حضرتك قلت لي هتلعب يوم 10 مثلا، يعني هتلعب يوم الاثنين اللي هو بكره يوم 23، العب يوم 23. النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام مباراه، ما عنديش مشكله طالما انا التزمت مع اتحاد زي ما حصل السنه اللي فاتت بالظبط. شهر 2 السنه اللي فاتت، شهر 1 و2 السنه اللي فاتت النادي الاهلي لعب كميه كبيره جدا من المباريات. عايز اقول لحضراتكم العدد، لكن انا افتكر شهر 2 تحديدا لانه كان من المفترض ان النادي الاهلي شهر 2 بيبقى 28 29 يوم. شهر 2 النادي الاهلي لعب حوالي 8 مباريات في 28 يوم. كنا بنلعب كل 72 ساعه مباراه فيهم سفر خارجي بره مباريات افريقيه. ليه عمل كده النادي الاهلي؟ ما اعترضش. النادي الاهلي ما اعترضش ليه؟ لانه التزم باللوائح والقوانين والاتفاقات التي حدثت في الوقت ده. ده ليه؟ حرصا على انجاح المسابقه في ذلك الوقت، ولان دي عاده النادي الاهلي. اديني ورق حضرتك ولوائح وقوانين وانا امشي عليها، ما عنديش اي مشكله، لا هطلب منك حاجه ولا عايز منك حاجه. يعني طبعا عندنا ما فيش اي مشكله خالص، كل الازمات اللي عندنا بنحاول نحلها بنفسنا. ما بنتحايلش على القانون ولا بنتحايل على اللوائح علشان نقدر نحل هذه المشاكل لو انا عندي مشكله. لكن اللي بيحصل دلوقتي ده انا بعتبره تهريج. تهريج واضح جدا جدا جدا. النادي الاهلي ملتزم بما يتواجد في اللوائح والقوانين، غير كده حضرتك اي حاجه تانية ما تخصنيش بقى. مش ذنبي حضرتك ان انا كسبت السبع ماتشات اللي فاتوا، هل انت بتعاقبني عشان انا كسبت السبع ماتشات اللي فاتوا؟ انا مش فاهم. عندي ماتش بكره، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بالمناسبه، والنادي الاهلي عنده اصابات وعنده اصابات كبيره وطويله. محمد محمود وحمدي فتحي مش هيلعبوا الفتره اللي جايه على الاقل. مش هيلعبوا 5 6 شهور. حمدي فتحي اقل يمكن، لكن انا بتكلم مثلا على محمد محمود. محدش اتكلم ولا حد طلع قال لك يا جماعه اصل احنا عندنا 2 لعيبه مصابين فلازم يتم استبدالهم. وخلي بال حضراتكم حمدي فتحي ده مثلا، حمدي فتحي مثلا مصاب في المنتخب مش مصاب في النادي الاهلي، مصاب مع منتخب مصر. ولا قلنا عمرنا قلنا ان الكابتن حسام البدري قصد ان هو الكلام اللي هو حضراتكم دايما بيتقال ده خلال الايام السابقه. فكل اللي انا بطلبه حضرتك الالتزام باللوائح والقوانين.